أما هلأ مشاهدينا رح نكون مع الزاوية الحوارية الأولى بمشوارنا الصباحي لليوم اللي رح نحكي فيه عن خدمات المراكز الصحية، حيث أولت وزارة الصحة اهتماما كبيرا بالمراكز الصحية لما تقدمه من رعاية للمرضى وللعاملين في القطاع الصحي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا اليوم أن نستضيف الدكتورة سالبي ساعي رئيس منطقة المدينة. بدي رحب فيك دكتورة وإلك يسعد صباحك. أهلا، صباح الخير، أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك. لليوم عم نتحدث اليوم عن المراكز الصحية والخدمات اللي بتقدمها هاي المراكز. بدنا نتعرف من حضرتك عن أهم وأبرز الخدمات اللي ممكن تقدمها المراكز الصحية على مستوى المدينة والريف أيضا. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. هلأ نحن مديرية الصحة يتبع لها مراكز صحية منتشرة في مدينة اللاذقية وفي ريف اللاذقية، بس نحن كمنطقة مدينة يتبع لنا 15 مركز صحي بالإضافة إلى 5 مراكز تخصصية. هالمراكز الصحية بتقدم الخدمات الرعاية الصحية الأولية بالإضافة للمراكز التخصصية اللي بتقدم خدمات تخصصية، اللي هن مركز السكري، مركز السل، مركز اللاشمانيا، مركز الأمراض المشتركة، ومركز التدخل المبكر. هالمراكز الخمسة بتقدم خدمات تخصصية، بينما مراكزنا الصحية الـ15 المنتشرين بالمدينة اللاذقية بتقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية. نعم تمام دكتورة. يعني المراكز الصحية شاركت بالعديد من المؤتمرات والندوات الطبية، وكان آخرها طبعا المؤتمر الطبي الثاني السوري طبعا لطب الأسرة في محافظة طرطوس. تخبرينا عن أهمية هاي المشاركة، وخاصة أنه كثير من الناس أو بالمجتمع بشكل عام طب الأسرة يعني بعيدين عنه، كونه صحيح. طب تقريبا يعني انطرح مؤخرا، فنحكي عن أهمية المراكز الصحية، أهمية هاي الندوات أيضا والمؤتمر اللي هلا. كوني انا طبيبه اخصائيه طب اسره شاركت بهالمؤتمر، وهو المؤتمر العلمي الثاني لاختصاص طب الاسره. الحقيقه هذا المؤتمر اضاف لنا مواصفات جمه لطب الاسره، والخاصه مثل ما تفضلتي حضرتك انه الاختصاص ما كثير معروف بين الوسط المجتمعي عندنا بسوريا كافه، يعني هو اختصاص معتمد من اختصاصات وزاره الصحه. نعم. اختصاص طبي لمدة 4 سنوات. طبيب الأسرة يفترض أنه يكون هو طبيب العائلة، هو اللي يوجه، هو اللي يفحص، هو اللي يشخص، هو اللي يعالج، وإذا في إحالات لأطباء أخصائيين تانين فينه يحول طبيب الأسرة. بقى كان هذا المؤتمر إجا تأكيد لأهمية دور طبيب الأسرة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات من قبل الأطباء الأخصائيين اللي شاركوا بإعطاء المحاضرات في هذا المؤتمر. نعم حلو. يعني هلأ دكتورة حلو كتير يعني هذا الموضوع وتفعيل ثقافة طب الأسرة وطبيب الأسرة أيضا أنه يكون له دور وتفعيل هاي الثقافة. كيف أنتوا بتحاولوا توسعوا يعني وتعززوا دور طبيب الأسرة؟ يعني كيف أنتوا ممكن توصلوا للأهالي أو حتى ممكن أنه تقدموا يعني نصائح وأيضا تقدموا توجيهات على أهمية طبيب الأسرة اليوم؟ هلا نحن بمراكزنا الصحيه، عم بحكي عن منطقه المدينه، اللي المراكز اللي تابعه على منطقه المدينه، غالبا في كل مركز صحي في طبيب اسره، وهو حجر الزاويه في الرعايه الصحيه الاوليه طبيب الاسره. يعني يفترض ان ياتي المراجع الى المراكز الصحيه اللي بيستقبله هو طبيب الاسره من عمر يوم طبعا الى لاخر العمر، لانه طبيب الاسره هو اللي بده يستقبل، هو اللي بده يفحص، سواء طفل بيوجه لعياده اطفال، بده لعيادة داخلية ومسنين، لعيادة نسائية إذا كانت امرأة. يعني يفترض أنه طبيب الأسرة هو المعول الرئيسي في المراكز الصحية. والحقيقة نحن بنقول شوي مظلوم اختصاص طب الأسرة، لأنه مثلا وين في بالعيادات كافة بده يعمل طبيب الأسرة. نحن بهالاختصاص في 4 سنوات في استعجات بكافة الاختصاصات، مثلا في عنا نقص بالعيادة النسائية، طبيب الأسرة بيخدم بيتواجد وبيخدم، يعني قادر على أداء على إعطاء الخدمة، إلا إذا في حالات اختصاصية أكثر طبعا بيحول. بقى من هون في ظلم، يعني إسا ما كتير تبلور مفهوم هالاختصاص في المراكز الصحية. ما أنا مهم يعني بتعرف مهم جدا دور مهم دور جدا. نحن عنا أكثر العمل المناط به لطبيب الأسرة في العيادات الداخلية وعيادة المسنين، وفي عيادات السكري طبعا بمشروع أطباء أسرة. تمام دكتورة. يعني مثل ما بنعرف أنه احتفلت بوزارة الصحة واحتفلت وزارة الصحة باستئصال شلل الأطفال من سوريا، وطبعا نالت شكر من منظمة طبعا الصحة العالمية. نحكي عن هاي الخطوة، مباركة هاي الخطوة لوزارة الصحة ولكل العاملين بالقطاع الصحي، يعني قديش فعلا خطوة مهمة وخطوة رائعة بالنسبة لبلدنا الغالية سوريا، وبالنسبة أيضا للأطفال يلي ارتحنا من هيدا الجانب وهيدا الجزء اللي كتير هام. نحكي عن هاي الخطوة وعن أهميتها أيضا. صحيح، كانت خطوة
جريئة كتير وخطوة كانت فيها جهود جبارة عالية جدا. نحن كنا سابقا بلدنا كانت خالية تماما من مرض شلل الأطفال، وبسبب الظروف بسبب الأزمة والحرب علينا يعني ما فينا نقول انتشر، هو في نسبة معينة انه في عنا ظهر حالات شلل الأطفال بنسبة معينة. بقى تكاثفت الجهود من وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمات لاستئصال هذا المرض من خلال حملات اللقاح على مدى سنوات. طبعا هذه الجهود على مدى سنوات تمت وتم استئصاله، ومبروك لبلدنا الحمد لله رب العالمين يعني. وإن شاء الله الأهم من ذلك الحفاظ على هذا الاستئصال على هذا المستوى، أكيد يعني من أهم الخطوات اللي أهم قمنا الخطوات فيها طبعاً. نعم يعني دكتورة حكي يعني خلينا أنه نتحدث أكثر عن هاي الحملات التلقيح اللي قمتم بها أنتم ككادر طبي بالمراكز الصحية، كيف قدرتوا توصلوا لأكبر عدد ممكن من طبعا الأطفال والوقاية من هذا المرض، يعني حتى فعلا وصلتوا لهذا الإنجاز اللي كتير مهم يعني وكتير ضروري نحن ببلدنا أنه ننتهي من شيء اسمه شلل الأطفال. نحكي عن الحملات وكيف أيضا قدرتوا توصلوا لأكبر عدد يعني خصوصي بالمناطق البعيدة خلينا نقول، وأيضا بيكونوا متسربين من اللقاح. طبعا هذه الحملات مثل ما حكينا على مدى سنوات يعني قامت وزارة الصحة بالحملات. هذه أكثر من حملة خلال السنة. بيسبق الحملات حملات توعية لنشر الثقافة بين المواطنين بين الأهالي للتوجه بأطفالهم إلى الفرق الجوالة وإلى المراكز الصحية. طبعا هي جهود كتير كبيرة مثل ما حكينا لأنه ما كان فيها الثقافة، ما كان عندنا هالأمراض يعني. صحيح. مثلا بتعطي اللقاح بهالحملة ممكن الحملة اللي بعدها يرفضوا الأهالي يقولوا ما رح نعطي، إنه كل حملة بدنا نعطي نحن هون دورنا من خلال إقامة الندوات التثقيفية والتوعوية داخل المراكز الصحية وخارج المراكز الصحية، والتزام بأخذ اللقاحات مثل ما بتذكري بالموعد يعني. طبعا اللقاح الروتيني اللقاح الروتيني طبعا بالموعد. كمان هذا بيتم خارج أوقات الحملات من خلال زيارات منزلية. بتقوم فرق اللقاح كافة بزيارات منزلية هادفة بتستهدف المتسربين عن اللقاح الروتيني، أو إذا بدنا نعرفهم بحملاتنا أنه ضرورة التوجه إلى الفرق الجوالة. مثلا أحيانا الفرق بنمشي بمناطق معينة خاصة مناطق العشوائيات اللي مثلا أحيانا الأهالي ما بيتجاوبوا، بنطلع بيت بيت بالحملات يعني. هذه من ضمن الصعوبات اللي كانت تواجهنا، جهود جبارة الحقيقة، جهود عالية على مدى سنوات الحمد لله قدرنا وصلنا لأنه سوريا خالية من مرض شلل الأطفال. طبعا خطوة رائعة وألف الحمد لله اليوم دول الأطفال طبعا كتير شيء هام. دكتورة إذا ما نحكي عن طبعا كتير ورشات أيضا قمتوا فيها، أهمها كان ضبط العدوى لدى الأطباء ولدى المراكز الصحية لدى الكوادر التمريضية، نحكي عن هاي الخطوة وهي الورشات الهامة اللي كتير ساعدتكم طبعا لتكفوا مشواركم بالطريق الصحيح. طبعا تفضل. طبعا دورات ضبط العدوى كله بتوجيه من الوزارة طبعا ومن مديرية الصحة. هالدورات أقيمت لتستهدف أكبر عدد من الأطباء وأكبر عدد من الكادر التمريضي. اللي بهمنا نحن أولا بداية الحالة التلقيحية لعناصرنا العاملة بالمراكز حتى ما تنتقل الأمراض عليا. اللي بهمنا تطبيق قواعد ضبط العدوى في المراكز الصحية، بهمنا فرز النفايات بالمراكز الصحية، طريقة فرزها وطريقة التخلص منها، بهمنا تطبيق قواعد الحقن الآمن لعناصرنا اللقاح، لعناصر في عيادة الضمان، لا في عيادة الأسنان، من استخدام قواعد ضبط العدوى. هلأ كل العناصر في كل المراكز الصحية عندها علم وتؤكد ونحن نؤكد عليهم على تطبيق هذه القواعد، من ارتداء قفازات، من ارتداء كمامات، من طريقة التخلص الآمن من النفاية. ونحن بنأكد طبعا أكيد على ترحيل النفايات وفرزها وترحيلها. تمام. حلو كتير دكتورة، خلينا نتحدث عن هاي الورشات طبعا والدورات اللي أكيد قمتم بها وكان في فائدة وهدف طبعا من هاي الدورات. الورشات العمل يعني أكيد بالإضافة لدراستكم المتقدمة في هذا المجال، لكن هاي الورشات أكيد في إضافة في تمكين طبعا هدف معين أنتم قاصدينه من وراء هاي الورشات. خلينا نتحدث عن الإضافات اللي قدمت لكم إياها الدورات وورشات العمل. طبعا الورشات والدورات يعني نحن خاصة في مجال الصحة بيضل الطبيب طالب، بيضل طالب طبعاً لآخر العمر يعني. كل ما كان في ورشة، كل ما كان في مؤتمر، كل ما كان في دورة ممكن يكون مثلا المستهدفين عندهم هالمعلومة، بس احنا من خلال الورشات من خلال الدورات نثبت هذه المعلومة لدى العاملين الصحيين عندنا بالمراكز الصحية. والمطلوب من العاملين الصحيين أيضا مثلا أعطينا للعامل بهالعيادة
انه دوره قواعد ضبط العدوى، المهم تنقل الافكار لبقيه زملائها في المركز الصحي. تمام. نعم. دكتورة حضرتك كرئيس منطقة يعني منطقة المدينة بيتبع أكيد لكم عدة أقسام، نحكي عن هاي الأقسام شو هي ونحكي عن أهميتها وأهمية تفعيلها، كيف يتم تفعيلها لخدمة المرضى بشكل عام؟ هلأ نحن مثل ما حكينا كمنطقة مدينة يتبع لنا 15 مركز صحي وخمس مراكز تخصصية. نعم. بنقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، فيني مثلا عدد لك العيادات بالمراكز الصحية كمدينة يعني وهي بتسقط على كل المراكز. في عنا عيادة رعاية الطفل واللقاح، في عنا عيادة ترصد تغذوي، في عنا عيادة صحة الفم والأسنان، في عنا عيادة الصحة الإنجابية، عيادة رعاية مسنين وداخلية، في عنا برامج عديدة تطبق، يعني ما ضروري إنه مثلا إنه في عنا عيادة، برامج مثل برامج مكافحة التدخين، برنامج جرح الحرب، عنا مركز تخصصي لجرح الحرب لمتابعة أمورهم ولإعطاء الأدوية، في عنا برنامج الصحة النفسية، في عنا برنامج القرى الصحية، في عنا قلنا مثل ما حكينا مكافحة التدخين، كان لنا مبادرة السنة الماضية لمدارس خالية من التدخين اشتغلنا عليها، كان نجحنا بمدرستين هن اللي كانوا المستهدفين هالمدرستين لمدارس ذات بيئة نظيفة وخالية من التدخين. في عنا برامج جمة يعني تطبق بالمراكز الصحية. ما شاء الله أكيد برامج كتير مهمة ومتنوعة دكتورة، لكن بيجي هون العمل الصعب يعني لما بيكون ميداني وبتحاولوا أنتوا توصلوا بهاي البرامج لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع طبعا. ولأبعد أيضا منطقة، يعني بتحاولوا أيضا تقصدوا المناطق اللي ممكن تكون بعيدة يمكن صعب الوصول إلى بعض صحيح. الأوقات خبرينا أنه كيف بتقدروا أنتوا تواجهوا هاي الصعوبات وشو أبرز الصعوبات اللي ممكن تواجهكم خلال عملكم الميداني؟ هلا ابرز الصعوبات اللي بتواجهنا مثل ما تفضلتي حضرتك هي المناطق صعبه الوصول يعني، بس نحن كمنطقه مدينه، انا يعني عم بحكي باسم منطقه المدينه، ما كثير عندنا مناطق صعبه الوصول، عندنا مناطق عشوائيات، مناطق صار عليها اكتظاظ سكاني، صار عليها وافدين كثير مثل ما بتعرفوا السنه الماضيه واللي قبلها صار عندنا وافدين كثير، هذه المناطق كانت تصعب لنا كثير. هلا ثقافه الوافدين كانت غير ثقافه اهل المدينه، بدك تنشري المعلومه، بدك تنشري شو عم نقدم خدمات نحن بالمراكز الصحية. تماما، هون تجي الصعوبة يمكن هني عم يتفاعلوا معكم بهاي البرامج ولا لا، هون كمان صعوبة مع الأهالي بتقبل البرامج الصحية. هلأ الأغلبية والله كانوا عم يتفاعلوا، في تفاعل، بس أحيانا نحن إذا طفلين ثلاثة مثلا ما كملوا لقاحاتهم الروتينية ما أخذوا حملات يعني بيشكلوا لنا خطر يعني طبعا. بنحاول جاهدا بس غالبا بننجح يعني بإقناع الأهالي، غالبا نحن عم ننجح. هي الصعوبات للمناطق صعبة الوصول غالبا بالريف، للمناطق الثانية غالبا بالريف في عندهم مناطق صعبة الوصول، الله يعطيهم العافية مشكورة جهودهم يعني هذا بصعوبة بالغة لإلهم، بس نحن مثل ما حكينا المناطق العشوائيات هي أصعب حالة عندنا. أصعب. نعم. يعني دكتورة حكيتي عن مجموعة صعوبات ممكن تواجهكم ومعوقات بعملكم الصعب اللي أكيد أنتم يعني من خلال تفاعلكم تكونوا إيد وحدة وكادر واحد صحي عم تقدموا شيء كتير مهم للمجتمع، جودة الإدارة يعني ضمن المؤسسات الصحية كيف ممكن تحسين هي الجودة؟ كيف ممكن رفع سويتها ومواكبة كبت دائما الشيء الجديد؟ كل يوم عم نلاحظ حتى من خلال برامجكم عم بيكون في شيء حديث، برنامج جديد بواكب طبعا المجتمع بواكب العصر. تفضلي. هلا جوده الاداره المهم هي نشر هالمعلومه، نشر هالثقافه بين المراكز الصحيه. تمام. بين العاملين بالمراكز الصحيه، الغايه منها هي الوصول الى خدمه ذات جوده عاليه وباقل كلفه من الموارد. نعم. وهذه الخدمة لازم بدها مساعدة من متلقي الخدمة. صحيح. هلأ نحن بجوز عنا المعلومات عنا التوجيهات بس بدها مساعدة من متلقي الخدمة حتى تنال رضا متلقي الخدمة. يعني عم نلاحظ نحن اليوم المجتمع قديش صار له ثقة بالمراكز الصحية. أكيد. حتى من خلال حملات التلقيح اللي شفناها. أكيد. قديش دائما بيكون في أعداد هائلة يعني بتوجهوا أكيد. للمراكز الصحية، هذا أكبر دليل أكيد. على ثقتهم بالمؤسسات الصحية. أكيد. أكيد نحن غالبا بالحملات عنا هدف، نحن بنستهدف هدف، مثلا هلا عنا حملة ضد مرض شلل الأطفال مثل ما حكينا أنه يفترض أنه نحافظ على سوريا خالية من مرض شلل الأطفال، في عنا هدف نحن سكاني وغالبا بالحملات وبنوصل لهدفنا ونسبة تغطية عالية جدا في الهدف، لأنه بعد الحملات بالنسبة للجودة بصير تقييم للعمل. تماما. بعد الحملات غالبا بصير تقييم للعمل، بناخذ عناقيد مختلفة متوزعة في المناطق كافة وبيتم تقييمها لها العناقيد، وغالبا بنكون موصلين لهدفنا وهذا بيرجع لثقة الأهالي فعلا
بالمراكز الصحيه وبالخدمات اللي عم تقدمها وبالعاملين طبعا الصحيين. بالعاملين ايضا، يعني اهم شيء الكادر اهم شيء الصحي هو الكادر اللي عم الصحي. يتعب وعم بيكون ايد وحده دائما، صحيح. يعني بالحملات كثير عم بيكونوا تماما مثل خليه النحل. اكيد اكيد. يعطيكم الف عافيه. رحمه يعني نحن من لكم، يعني لانه فعلا الطمانينه بتكون لما بتكون فعلا هيك مراكز صحيه بتهتم بطبعا الامراض، وخصوصا ممكن انها تصيب الاطفال، واللقاحات الوقايه اللي هي الاهم، يعني الوقايه بيقولوا خير طبعا من طبعا اقنطار طبعا. علاج. خلينا نحكي عن باقي اللقاحات غير شلل الاطفال دكتوره، كيف ايضا عم بتتم البرامج اللقاحيه؟ نحن عم نشوف ايضا في امراض شائعه عم تنتشر ايضا نتيجه اكثر من سبب نحن ذكرناه طبعا خلال لقائنا، ممكن يكون الوافدين، ممكن تكون ظروف التلوث البيئه الى طبعا. ما هنالك طبعا من اسباب اخرى. نحكي عن برامج اللقاحيه بما مرض طبعا غير شلل الاطفال، كيف عم بتتم الوقايه من الامراض الاخرى؟ هلا نحن الوقايه من الامراض الاخرى هو في برامج من البرامج الوزاريه، برنامج الوزارة للتلقيح الوطني، هذا بيتم متابعة الطفل من عمر يوم لا يخلص لقاحات ولا عمر سنة ونص بيخلص اللقاحات كلها. عما الحقيقة في تجاوب يعني مثل ما حكينا من الأهالي جدا، يعني بيهمها للأم كتير كتير مهما كانت درجة ثقافتها أنه لقاح طفلة. صحيح. وقت اللي بنلاقي صعوبات نحن في عنا زيارات منزلية هادفة بتستهدف المتسربين عن اللقاح. تمام. بس بالنسبة للبيئة أنه بهالظروف نحن وزارة الصحة ومديرية الصحة مشكورة، في عنا متابعة جدا لحالات البيئة، في عنا تقرير بيئي بيطلع كل أسبوع من منطقة المدينة، في عنا تحليل لعينات المياه، في عنا تقرير أسبوعي بنسميه نظام الإبلاغ المبكر، هذا تقرير أسبوعي. أي حالة بتستدعي تدخل يعني الحمد لله فضل الله أنه ما صار عنا أي وباء بسوريا خلال كل سنين الأزمة، ورغم كل هالضغوط اللي علينا ما صار في عنا انتشار أوبئة أبدا أبدا. ومع ذلك في متابعة حثيثة لحد اللحظة، يعني إسا البرنامج مستمر، برنامج الإبلاغ المبكر عن الأمراض، مثلا برنامج الوقاية في عنا منشان عينات المياه، هذا تقرير شهري من مختلف مدينة اللاذقية، برجع بأكد أنه عم بحكي عن مدينة اللاذقية وإلا كله بينطبق وبينسقط على كل محافظة اللاذقية على الريف والمدينة. طبعا بنذكر هاي اللقاحات أنه بغض النظر عن اللقاحات الأساسية للأطفال يعني بياخدوها، الحملات طبعا الحملات التلقيح ممكن أنها تقام ضد أي مرض ممكن أنه يكون الحملة هي ضد مرض شلل الأطفال. أحيانا مثلا إذا صار عنا حالات حصبة إيجابية، تماما حملات الحصبة، حملات الحصبة إذا صار عنا حالة إيجابية بنعمل حملة مصغرة، يعني أماكن تواجد هذه الحالة بنعمل حملة مصغرة. هذه صادفتنا يمكن مرة مرتين، يعني ما في هالانتشار لهالأوبئة. حملات شلل الأطفال ما أنا موسعة، لا ما أنا موسعة. وفي نحن هلا متابعة متسربين هذه بشكل دائم، متابعة المتسربين خلال أحيانا حملات شلل، حملات ضد مرض شلل اللقاح، بتصير حملات للمتسربين عن اللقاح، حملات مثلا للكزاز للنساء، بنعطي نتعرف عن حالتهم التلقيحية وبنعطيهم تمام. نعم اكيد دكتوره، يعني بدنا لكم يعطيكم الف عافيه، دائما جهودكم واضحه وملموسه يعني ضمن المجتمع، ووجودكم دائما كخليه نحل بحملات التلقيح وايضا بالمراكز الصحيه. بدنا لك يعطيك الف عافيه انت والكادر الطبي. دكتوره سالبي ساعي، رئيس منطقه المدينه، يسعد صباحك، نورتي صباحنا. صباح الخير لك، يسعد صباحك، شكرا كثير لك دكتوره. شكرا لك، شكرا لك. هلا